العبد إذا أدركه رضوان الله هذا يدل على أن الله يحبه. ونبينا صلى الله عليه وسلم أقسم أن الله لا يلقي حبيبه في النار. على هذا ينبغي لك أيها المبارك أيتها المباركة لا يكن لك هم تحمل في الدنيا أعظم من أن يحبك الله، لأن الله إذا أحبك نجوت. حتى يحبك الله تفقد في الكتاب والسنة أين مرضات الله. وفي الحديث الصحيح وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإكثار من النوافل من أعظم أسباب محبة الله، على أنه لا يمكن أن ينال أحد هذه المحبة من الله حتى يبلغ هو من نفسه أنه لا يحب أحدا أعظم من الله. الله يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا أحال أهل الكفر. ثم قال جل ذكره والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن أراد أن يعرف كم هو يحب الله فلينظر إذا اجتمع عليه أمران، أمر يحبه الله وأمر تحبه نفسه، فلينظر حينها أيهما يختار.